اهلا بحضراتكم من جديد. اتكلمنا النهارده عن نماذج مختلفه من الاطفال والنشأ اللي كانوا اتعرضوا لظروف خلتهم عندهم بناء نفسي قوي، بناء نفسي محترم. شفنا مع بعض النهارده ابطال الريشه البارالمبيه، وشفنا من شويه مع بعض جويريه اول طالبه تقدر تحصل على شهاده الثانويه العامه الاي بي، شهاده الثانويه او البكالوريا الدوليه بنظام الدمج. اكيد النشأة بتاعت الطفل كانت مختلفة عشان نقدر نوصل للنتيجة دي، لكن لما بنيجي نبص بقى بشكل مختلف بنلاقي أطفال تانية قد تكون عصبية وشديدة العصبية كمان، ممكن يكون عندها توتر وتوتر زايد، ودي صفات بتسبب قلق لأولياء الأمور، بتخليهم دايما عندهم حرص شديد في التعامل مع الأطفال. بنفكر كده نلاقي ساعات العصبية ممكن تكون صفة مكتسبة، ممكن تكون من تعرض الولاد لحاجات معينة، كرتون، مشاهد عنف، إلكترونيكس اللي بقينا نستسهل جدا ان احنا نتهمها طول الوقت، مع ان برضو في اوقات ما بنبقاش واخدين بالنا ان ساعات بنبقى احنا الكبار خلقنا ضيق، ساعات بنبقى حرانين وبنبقى زهقانين وعندنا مشاكل تانية فبنرجع نبقى خلقنا ضيق جدا في التعامل مع الولاد وما بندهمش وقت كفاية. صحيح. على اي حال الطفل العصبي ده في ناس يا منا بتقول ان هو ميزة، ان انا ممكن احوله لطفل مبدع. يعني انا العصبيه مش في بعض الاوقات كتير ان هي بتبقى عيب، يعني ممكن الطفل يبقى عصبي وانا استغل ده واخليها ميزه. والطفل العنيد كذلك، اللي عند ده ممكن يبقى في وقت من الاوقات صفه موجوده عند الطفل ولكن انا اقدر اشكلها زي ما بيقولوا احولها لمثابر. بالظبط. يعني الطفل زي الصلصال تقدر تشكله زي ما انت عايز. في المراحل الأولى من بنائه النفسي أنت عندك أشياء كتير جدا ممكن تعملها. إيه هو البديل لأطفالنا اللي نقدر نخليهم فعلا مبدعين؟ نبعدهم إزاي عن الألعاب الإلكترونية، عن مشاهدة بعض الأفلام والمسلسلات اللي فيها أجزاء كبيرة جدا من العنف؟ إزاي نحولهم من هذه الطاقات السلبية للطاقات الإيجابية؟ إزاي أقدر أحول ده لده؟ الدكتور أيمن فؤاد استشاري الطب النفسي في كلية الطب جامعة الأزهر ضيفنا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر، أكيد عنده إجابات مختلفة عن هذه الأسئلة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. موافق على كلامنا الأول؟ الطفل العصبي والطفل العنيد طبعا. الصفات دي بتكون مكتسبة ولا هما خلقهم ضيق كده خلقة ربنا؟ طبعا احنا لو قلنا إن هو خلقهم ضيق خلقة ربنا احنا بنتنصل من المسؤولية، يعني ده بيكون بصراحة أسهل للأب والأم يقول لك لا احنا مالناش دعوة، هو الواد ده من يوم ما اتولد وهو كده. ودايما بتسمعي الأم أي أم تقول لك طب ما أنا عندي غيره أطفال وهادين، اشمعنى هو يعني اللي طالع عصبي؟ ما هو مش كل الاطفال عندي زي بعض، في اطفال كده وفي اطفال كده. وده بيخلينا ناخد بالنا ان شاور لي عليهم الاطفال الهادين دول، انا ما شفتش ده موجودين لا موجودين. اهل كتير بيقول لك ايه والله ده تحديدا شكل مختلف عن باقي اولادي، انا اولادي كلهم هاديين وكويسين ولطاف وبيسمعوا الكلام، ده الوحيد اللي طالع بشكل مختلف. وده بيدينا انطباع ان هو يعني ممكن يكون في استعداد معين في صفات الطفل الطبيعيه. في حاجة اسمها التمبرمنت أو السمة المزاجية المميزة. الأطفال بيتولدوا بسمات مزاجية مختلفة. لما جمعنا كده بعض السمات لقينا إن في ثلاث أشكال كده يعني إيه رئيسيين. من ضمنهم إن في إيزي بيبي، طفل سهل كده ولطيف ويعني بيسمع الكلام وهادي وتفاعله مع الأمور كده بياخد الأمور ببساطة. مرحليا. وحتى من لا حتى من هو صغير تلاقيه كده لما بيعيط بيعيط مثلا للشديد القوي بيعيط إيه في حاجات معينة. في طفل تاني يعني بنسميه difficult baby او طفل صعب شويه. الطفل الصعب شويه ده بتلاقيه ايه سهل ان هو يغضب، سهل ان هو يتعصب شويه، سهل ان هو يحبط، بيتفاعل مثلا مع الحاجات الجديده ما بيتعودش عليها بسرعه، لما يتحط في موقف غريب عليه مثلا ما بيهداش بسهوله، ما تعرفش تهديه بسهوله، بيكون مثلا عنده عدم انتظام في النوم، بيكون مثلا انرجيتك شويه وعايز يتحرك كتير، يعني اللي هو ده بنسميه difficult baby. وفي طبعا انواع مختلفه من الاطفال ما بتنزلش في الكاتيجوري دي. طيب الديفيكالت بيبي بقى او الطفل العصبي، وهي دي النقطه اللي انا عايز اركز عليها، يعني هل كده يا دكتور المفروض ان الطفل بيتولد عصبي هو كده من يوم وكده طبيعته ملوش حل؟ لا، هو مبدئيا اصلا يا جماعه الديفيكالت بيبي ده 10% من الاطفال مش اكتر من كده، يعني استحاله كل الشكاوى اللي احنا بنسمعها عن الطفل العصبي دي تبقى الطفل هو اصلا مولود كده. ايوه دي اول حاجه. الحاجه الثانيه يعني فعلا اصلا في مصطلح اسمه الطفل العصبي، يعني احنا نقدر نكاتيجورايز او نقدر نصنف الولاد على طفل عصبي او طفل صعب المراس
وطفل اسهل او ايزي جوينج يعني؟ طفل صعب التنشئه او طفل سهل التنشئه. لكن هو اصلا كون ان هو سهل التنشئه او صعب التنشئه دي مش معناها انه بالضروره هيكون عصبي في النهايه، لان على حسب التنشئه اللي انت هتقدمها له ايه. يعني هو كل الفكره ان الطفل اللي بيبقى صعب المرض شويه ده بيبقى محتاج مجهود منك اكتر في دورك كاب او دورك كام. انت هتبذل مجهود شويه، وفي نفس الوقت انت لو بذلت مجهود على فكره هيكون مستوى احسن من الطفل الايزي، من الطفل الهادي او الطفل اللي هو الطفل السهل ده. الطفل الصعب بسبب ان هو انرجيتك وبسبب ان هو مركز وبسبب ان هو يعني ذهنه حاضر في اغلب الاوقات، وده اللي يمكن بيخليه ساعات عرضه ان هو يكون بيتفاعل بقوه مع المثارات الجديده عليه. لكن هو الطفل ده لو هو اخد اسلوب تربيه كويس جدا وقدرت ان انت فعلا تتعامل معاه بشكل سليم بيكون مستواه احسن، بيكون انجح، بيكون اكثر قدره من على الطفل الايزي اللي انت قلت عليه فعلا. ففي النهايه هي مش ازمه، يعني هو في النهايه زي ما قلت كده في الانترو هو صلصاله اقدر اشكله زي ما انا عايز بالظبط. ازاي بقى ما سيبوش يكبر كعنيد ويكبر كعصبي واحوله؟ ده سهل، حضرتك بتقول ان هو بينفع يبقى كده، لكن الموضوع ده هل يبقى سهل؟ زي ما قلنا ان هو اكثر عرضه انه يبقى عصبي، لكن هو مش عصبي بطبيعته. يعني معلش حتى الديفيكالت بيبي ده ما هوش بطبيعته عصبي، لكن هو اكثر عرضه انه يبقى عصبي. حتى الطفل الايزي ممكن يبقى عصبي على فكره، على حسب بقى اسلوب التنشئه او المواقف اللي هو اتعرض لها، هل هو اتعرض للاسباب اللي بتخليه عصبي ولا لا. ايوه. طب انا بقى محتاج عشان اعرف اتعامل محتاج افهم الاول الاسباب. ايوه. بنقول اذا عرف السبب بطل العجب. الطفل العصبي ده بقى عصبي ليه وبقى عصبي ازاي؟ خلينا متاكدين ان مفيش حاجه بدون سبب. والطفل برضه لما بيتولد بيكون صفحه بيضاء واحنا اللي بنكتب فيها. ايه الاسباب بقى اللي ممكن تخلي طفل يصبح عصبي؟ غالبا الاسباب كلها خلاص احنا اتكلمنا عن طبيعته دي، خلاص جزء ان هو مش بالضروره انه يكون عصبي، لكن في اطفال اسهل ان هم يكونوا عصبيين ولكن مش بالضروره. طب ايه بقى اللي بيحصل بعد كده؟ احيانا طبعا واهم سبب واشهر سبب اول ما بيجي لنا كده الام تشتكي مثلا او اب يشتكي من طفل عصبي بنقول له طالع لمين؟ على طول. يا اما الاب بيقول طالع لي، يا اما هيتوصلوا هما الاثنين، الام هتقول ابوه وهو هيقول لا بصراحه بيكونوا عارفين نفسه. يعني هو الام بتيجي تعترف تقول بصراحه انا عصبيه شويه. طيب انت عصبيه، انت نموذج بالنسبه له، انت الرول موديل. تمام. خلاص فهو اكتسب الصفه دي. خلاص دي اصبحت صفه مكتسبه. الراجل اتعلمها. الطفل اتعلم الصفه دي. نعمل ايه بقى يا دكتور؟ هو اي سلوك تم اكتسابه يمكن فقده تاني. بس انا برضو هقول لحضرتك ان عشان نغير السلوك ده لازم نفهم اسبابه كلها الاول. طيب لو احنا بنتكلم على طفل عصبي عموما وانا عايز اتعامل مع السلوك ده، مش احنا بنقول الوقايه خير من العلاج؟ ايوه. طيب يبقى الوقايه اساسا ان انا اتجنب كل الاسباب اللي هي اتراكمت ورا بعضها وادت للطفل ده انه يكون عصبي. تمام. عشان بعد كده اتفادى مزيد من العصبيه، لان الطفل لما يكبر عصبي ده بيدخله في انه بيكون عرضه لاضطرابات اخرى. طب العصبيه اللي موجوده في حد ذاتها انا عايز اتعامل معاها دلوقتي، خلاص انا مش مستني ما انا ابدا السلسله من اول وجديد واتجنب، خلاص هبدا يا دكتور وكل حاجه والكلام ده وهمشي على الاسباب، بس انا عايز افهم دلوقتي الطفل ده عصبي اعمل فيه ايه؟ خليني اسال حضرتك سؤال سريع، هل الطفل العصبي ده بيبقى عصبي مرحليا لفتره معينه؟ يعني في بعض الاحيان قد يكون الطفل عنده مشكله بدنيه مش عارف يعبر عنها، فده بيؤدي ان هو يبقى متعصب، مش شايف كويس، مش سامع كويس، بطنه وجعاه، هو شايف انه مش قادر يعبر عن نفسه فبيتعصب. هل ده وارد وممكن تتحل بان احنا نروح لطبيب عيون او لطبيب انف واذن، يعني نعمل مقياس سمع او اذا كان في مشكله جسديه ممكن تؤدي للعصبيه؟ ده وارد طبعا. الطفل لو حس ان هو مرهق، تعبان، جسمه وجعه، عنده اي مشكله عضويه ممكن يخليه عصبي، ولكن العصبيه المرحليه دي هي بتكون مرتبطه بفتره معينه وبتنتهي، فغالبا الام ما بتشتكيش منها قوي. يعني غالبا الام بتعدي، يعني بتكتشف ان الطفل عنده مشكله وبيكشف مثلا عن طبيب اطفال او ايا كان التخصص وبيعدي المرحله دي، فما دي ما بتبقاش الشكوى الشائعه. الشكوى الشائعه دايما ان الطفل عصبي بقاله فتره ومستمر على كده والعصبيه دي مزمنه معايا وانا مش عارف اتعامل معاها. فدي اكتر شكوى هي بتجي لنا العياده عموما يعني. تمام. يعني نستثمر ده ازاي بشكل ايجابي؟ احنا دلوقتي عايزين نتعامل مع العصبيه لازم نعرف ان ليها مكونين، مكون شعوري ومكون سلوكي. انا دلوقتي العصبيه ده مش هو في البدايه بتكون شعور، انا حاسس ان انا غضبان، حاسس ان انا متضايق، حاسس ان انا محبط، ده شعور داخلي. تمام. وبعد كده بيظهر عليا في شكل سلوك، ان انا مثلا بتعصب، بزعق، بعلي صوتي، بمشي، بكسر حاجه، فبالتالي هو في جزء سلوكي وفي جزء شعوري. انا لو عايز اتعامل مع الجزئين دول. اول حاجه الجزء الشعوري ده انا عايز ما وصلش الطفل للمرحله دي. ما وصلش الطفل للمرحله دي ازاي؟ عن طريق
مثلا ان انا اشوف هل هو عنده احتياجات هنا نفسيه بقى، احتياجات نفسيه غير مشبعه، يعني الطفل ده مثلا محتاج اهتمام وانا مش بديله اهتمام، مش بركز معاه، فهو بيعرف يجيبني ازاي، بيعرف يعمل لي كارثه، فاروح ان انا غصب عني لفت انتباه طبعا، يعني ممكن غصب عن هو دلوقتي محتاج طبيعته كده محتاج انتباه لازم، فهو دلوقتي راح انا مطنشه متجاهله مشغول صراحه، عندي حاجه مثلا معينه ما بقضيش معاه وقت كفايه، ما بلعبش معاه، ما بتكلمش معاه، فهو خلاص هو انا محتاج اهتمام، طيب انت مش مديني الاهتمام بشكل ايجابي، انا هعرف اجيبك ازاي؟ ماشي، فانا هعمل لك كارثه، هضرب اخويا، مش هو ده اللي انت بتحبه مثلا اكتر مني او بتقارن بينه وبينه، والله لا اضربه لك ماشي، وهخليك تعرف ايه، هزعق قدام الناس، هعيط بشكل عام، هتيجي انت تزعق لي وهتيجي تشتمني وهنتخانق مع بعض، انا بالنسبه لي احسن من التجاهل. بالنسبه لي التفاعل هو بيعها كده كده مش بالظبط، ده احسن من التجاهل. فلو انا مش مديله احتياجاته النفسيه من الحب، من الاحتواء، من المشاركه، من يعني الاحتياجات النفسيه بتاعته، بلعب معاه، بتكلم معاه، بنتبه له، بديله وقته، بمدحه، لو هو انا مش مديله الاحتياجات النفسيه دي هعمل له، هيحصل له غضب، هيحصل له احباط، هيحصل له مشاعر سلبيه ممكن تجاه احد من الوالدين اكتر، يعني احيانا الطفل بيكون عصبي مع احد الوالدين اكتر، وده برضو بنشوفه لما يكون مثلا في خلافات بين الزوجين، الاب والام مثلا بيتخانقوا مع بعض كتير وبيتخانقوا قدام الاولاد، الطفل غصب عنه بيميل لطرف على طرف، فبيكون شايف مثلا في طرف مظلوم وفي طرف ظالم، هو بقى حكمه على الامور كده، فبتلاقي هو مثلا مع الطرف الظالم هو يا اما بيعمل زيه فبيبقى عصبي زيه، يا اما بيبقى عدواني ضده، فكل ما يجي يتعامل معاه بيلاقي الطفل بيتعامل معاه بعصبيه وبيتعامل معاه بعدوان وبيتعامل معاه بعناد وبيتعامل معاه بشكل سلبي. تمام. فبالتالي دي ده شعور، الشعور ده طالع منين؟ انا بفهم هو طالع منين وبحاول ان انا اتعامل مع الشعور ده. طيب في حاجه بقى غريبه جدا، الام بتقول لك طب انا بقى مش حرمان من حاجه وعنده كل حاجه واللي بيؤمر بيه بنفذه له، والواد برده عصبي. طيب ما هو ده برده شعور بقى الاحباط. الطفل اللي بيتعمل له كل حاجه وكل حاجه سهله وكل حاجه طبيعيه بالنسبه له موجوده على طول، اول ما هتقول له لا انا مش متعود على كده، انا كل ده كلام سلبي، انا عايز اسمع كلام ايجابي بقى، احوله ازاي لطفل مبدع؟ احوله ازاي لطفل مبدع؟ دلوقتي هو الوقت ده كان طفل عصبي وفهمت الاسباب وتعاملت معاه، عايز اغير السلوك بتاعه دلوقتي، هو العصبيه دي بالنسبه له ليها هدف ولا ملهاش هدف؟ تمام. السلوك العصبي ده ليه هدف، الهدف ايه مثلا؟ ان هو بيحل له مشكله، بمعنى مثلا اخويا خد مني لعب فانا ضربته ليه؟ عشان اخد اللعبه دي مره ثانيه، هو بالنسبه له السلوك ده بيخدم غرض معين، انا دلوقتي عايزه افكر معاه ايه يا ترى السلوكيات الثانيه اللي انا لو عملتها هحل نفس المشكله دلوقتي، يعني اديني طرق ثانيه ان انا احل بيها المشكله. اخوك خد منك اللعبه مثلا فانت ضربته وعملت الحوار ده كله عشان تاخد اللعبه، طب كان ممكن نعمل ايه ثاني؟ اديني اوبشنز، اديني اختيارات، فكر معايا. الطفل العصبي لازم ما ياخدش امر مباشر، ياخد اختيار طبعا. واثنين وثلاثة، وهو والثلاث اختيارات يكونوا او يعني الاختيارات المتعددة كلها تكون متناسبة مع الاهل، بحيث انه الطفل هو اللي يختار بالظبط، لان الطفل كمان لو هو ساهم في القرار نفسه او ساهم مثلا في الاختيار هو اكثر عرضة انه يستجيب. مش احنا بنشتكي من العناد بتاع الاطفال؟ طبعا. العناد غالبا الطفل ده بيكون مجبر على حاجات ومقهور، فانا لازم احس باستقلال، انا لازم احس ان انا شخص منفصل، كائن اخر، ليا شخصية، ليا وضعي، لازم احس بثقة في نفسي، بقدر ذاتي، فانا لازم اقول لك لا بقى، لو انت بتفرض عليا كل حاجه انا لازم اقول لك لا، انما اديتني اختيارات، خليتني اشارك في الاختيار، خليتني افكر، بدل ما انت بتقول لي اعمل كذا وخلاص، اعمل كذا وخلاص، ايه الابداع في كده؟ عمري ما هبقى مبدع، انما انت مثلا بتقول لي طب نفكر سوا، ايه الاختيارات البديله؟ ايه الحاجات الثانيه؟ ايه الاوبشنز اللي احنا لو استخدمناها هتكون بديل للسلوك اللي انت بتعمله؟ صحيح. فانا كده بساعده ان هو يفكر بنفسه ويكون اكثر عرضه ان هو يستجيب طبعا. صحيح. ايجاد البدائل والمتنفس للطفل ان هو يقدر يعبر عن نفسه، ده واحد من اكتر الحاجات اللي ممكن تحل لنا مشكله العصبيه. سعداء بوجودك معانا الدكتور ايمن فؤاد استشاري الطب النفسي والمدرس المساعد بكليه الطب جامعه الازهر. شكرا لوجودك معانا، اهلا وسهلا. شكرا يا فندم.